الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات، ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الاسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. لتزويرك بالذخيرة. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. انتقل إلى موقف الاحتباء واستعد لإطلاق النار على الأهداف. تجربة أخرى لك. ادخل إلى الغرفة المجاورة للبدء وسيتم توقيت الاختبار النهائي. استكمله في أسرع وقت ممكن، ويجب القضاء على جميع الأهداف من أجل إكمال الاختبار. أسرع. يجب أن تحطم الباب مع أخيك. إنك وسط، ولكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. This ain't good. What kind of charges do you use? Shaped.